يعني الافلام دلوقتي عشان تاخد حق الثقافي حق عرضه على الشاشات ده فلوس. يعني مثلا هنا في مهرجان عدن اسوان عشان الافلام اللي حضرتك بتشوفها دلوقتي ما بقتش زي زمان. كمان كان الافلام بيجي المخرج بفيلم عادي جدا. دلوقتي كل الافلام مباعه لشركات توزيع بندفع في اليورو والله يدفعوا بمليون كتير في افلام تدفع افلام عربي يا فندم ثانيه واحده انا محتاج تعليق. ما هو دلوقتي اذا كان هناك اموال كافيه للشراء حق عرض الافلام تمام. لان كمان في حاجه الفيلم بيرندك بيبقى له حق توزيع على القنوات لمؤسسه بعينها وشركه بعينها وحق توزيع في دور العرض لحد يعني يتحول اما مجمعه او منقسمه. فحق العرض على الشاشات التلفزيونيه بتاعت شركه عالميه او شركه دوليه وهي صاحبه الحق الوحيد. فحضرتك بتروح تقول لهم انا عايز اشتري الفيلم ده من قبل كذا. ايه القصه؟ لا اكثر ولا اقل. طيب يعني اسمحوا لي اتدخل. دكتور خالد طبعا انا يعني مقدره اجابتك يعني بس عارف هو الحقيقه حضرتك عندك حق ان انا معرفش بشوف فيلم اجنبي على شاشه مصريه. هل ده صح؟ لا غلط. هل ده نقص؟ نعم هو نقص. لا انا مش يعني مش بتكلم على البرنامج. هو كمشاهد ملوش دعوه بالفلوس تدفع ولا ما تدفعش. ما هيقول لك ما انت بتدفع في حاجات ثانيه. ما انا بشرح له السبب ايه. بس فعلينا علينا ان احنا نناقش طبعا على الفن على الفن الاجنبي في الدوري المصري ده كان لازم تكون لازعه. علينا ان احنا نناقش من هنا مهرجان اسوان وبكون حضرتك اعلاميه كبيره القنوات قنوات الدولة المصرية والقنوات الخاصة إن هي توفر جزء من ميزانيتها لشراء حقوق استغلال أفلام سينمائية أجنبية حديثة.